الفعل لاسن باللغة الألمانية له أكثر من معنى وكمان استخداماته كثيرة، يعني تركيب الجملة ممكن يختلف من معنى لمعنى. بنبلش أول شيء بمعنى إنه يترك، أو بالعامية ممكن نقول يخلي، يعني يترك شيء بمكان ما. مثل لما بتقول إيش لاسة ماين هندي تو هاوزة، إيش لاسة ماين هندي تو هاوزة، إنه أنا راح خلي الموبايل تبعي بالبيت. أو فيك تقول كمان لاس دين بال هي، لاس دين بال هي يعني ترك الطابة هون، خلي الكرة هون. هذا بيجي بمعنى امبيراتيف اللي هو فعل أمر، لاس دين بال هي، أنت عم تأمر شخص بتقول له إنه ترك الطابة هون، لاس دين بال هي. بيجي كمان فعل لاسن بمعنى إذن لشخص ما، إنك أنت عم تعطي موافقة لشيء معين. مثل لما بتقول لاس إين جين، لاس إين جين إنه دعه يذهب، خليه يروح. أو بتقول مثلا Meine Eltern lassen mich bis spät aufbleiben. Meine Eltern lassen mich bis spät aufbleiben. يعني إنه أنا أهلي بيخلوني إني ضل متأخر بالفيقة، يعني إني ضل سهران بهذا المعنى. إنه هاي عم أخذ موافقة، أو الإلتر عم يعطوا موافقة بهيك حالة. الفعل lassen بيجي كمان بمعنى passive ersatz. Passive ersatz اللي هو بديل المبني للمجهول. يعني أنت بهيك حالة ما بيهمك مين عم يقوم بالعمل، او انت ما بتعرف مين عم يقوم بالعمل، ولكن اهم شيء انه الشيء اللي بدك اياه بيصير. مثل لما بتقول ايش لاسه ماين اوتو ريباريرن، ايش لاسه ماين اوتو ريباريرن، يعني انا راح خلي سيارتي تتصلح، مين بيصلحها ما بيهمني، او انا ما بعرف مين، اهم شيء انه السياره تتصلح. مثال اخر فيا لاسن دي فينستا بوتسن، فيا لاسن دي فينستا بوتسن، يعني نحن بدنا نخلي النوافذ تتنظف. مين بينظفها إيجال أو مو مهم بالنسبة لنا، أهم شيء إنه النوافذ تتنظف. فعلى حسب الاستخدام ممكن تختلف تركيبة الجملة بشكل عام مع الفعل لاسن. سلام.